بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، برحب بكم في عرض مبسط للباب الأول العناصر الانتقالية والحديد طلبة الثانوية العامة. في هذا العرض هنبين بس مكونات الباب الأول في الكيمياء، بحيث كل طالب ياخد فكرة عن مكونات الباب الأول وازاي يتعامل معاها وطريقة المذاكرة. وهيكون مفيد جدا العرض ده للطلبة اللي عندهم دور تاني، لأن الفترة اللي باقية للامتحانات ضيقة جدا. أما بالنسبة للطلبة الجداد فهيكون بالنسبة لهم إيه؟ بداية تعرف على منهج الكيمياء وربطه بالمنهج الخاص بالصف الثاني، اللي هم طبعا اتظلموا كتير إن هم في جزء مخدهوش في بداية الجدول الدوري الباب الرابع. وبنتمنى بقى نحاول نعمل لهم رابط علشان يساعدهم في تخطي هذا الجزء الهام جدا في دراستهم في الكيمياء. والله الموفق وشكرا. الجزء ده هعمل لك مراجعة كده سريعة افكرك بالرموز وازاي تكتب الرمز الكيميائي لبعض المركبات الهامة اللي انت اكيد هتحتاجها خلال هذا العام. ان شاء الله في نهاية الدرس ده هنتعلم ازاي نكتب اي مركب كيميائي. تابع معايا اهم الرموز. كلامنا هيكون عن كتابة السيرة الكيميائية. في النهاية بتمنى ان تكونوا استفدتم، واي ملاحظات او اي مسائل انت مش عارف تحلها ياريت ترسلها لي او تسيبها في التعليقات، بحيث ان انا احاول افيدك. واحنا طبعا زي ما اتفقنا كل يوم جمعة ان شاء الله هنعمل ميت، وهنبعت لك ايه اللينك بتاعه في صندوق الوصف للفيديوهات الموجودة، بحيث انت تشاركنا سواء كنت طالب معنا في مدرسة المشير او في اي مدرسة اخرى. احنا كل هدفنا ان احنا نفيد جميع الطلبة في جمهورية مصر العربية في مادة الكيمياء. مع تحيات أستاذ أشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء بإدارة القاهرة الجديدة، وشكراً.